كيفية تصفح وإرسال الواجبات عبر نظام إدارة التعلم Blackboard. يتم إنشاء الواجبات لكل مقرر من قبل عضو هيئة التدريس، ويتم رفعه على نظام إدارة التعلم، وعلى كل طالب تصفح هذا الواجب وحله ومن ثم رفعه في المكان المخصص لذلك لإطلاع عضو هيئة التدريس عليه. يمكنك الوصول إلى الواجبات الخاصة بأي مقرر عن طريق الخطوات التالية: قم باختيار إحدى المقررات من قائمة المقررات في الصفحة الرئيسية. ستظهر صفحة المقرر التي غالباً تكون أيقونة الواجبات مدرجة في محتويات قائمتها يمين الشاشة، وإن لم تتواجد فعليك بالضغط على المحتوى لتظهر الصفحة الخاصة بمحتوى المقرر، ثم قم باختيار الواجب المدرج بها. عند فتح صفحة الواجب تظهر الشاشة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء: أولاً منطقة إرشادات الواجب والتي بها معلومات عامة عن هذا الواجب وموعد تسليمه ونقاطه، وبها أيضاً ملف الواجب الذي يمكنك تحميله والاطلاع عليه لحله. ثانياً منطقة تقديم الواجب، ومن خلالها يتم كتابة نص حل الواجب أو يمكنك رفع الواجب بعد حله في ملف خارجي. ثالثاً منطقة إضافة تعليقات والإرسال، وبها مساحة لإضافة أي تعليقات إضافية. وأسفل الشاشة يمكنك إرسال الواجب أو حفظ ما قمت به دون إرساله، أو إلغاء كل ما قمت به في هذه الصفحة وحذفه تماماً.